النفخ في الصور. منهم من نفكر فيها تأمل. يقول الله سبحانه وتعالى، أنا بتكلم عن النفخ الثاني، لكن في نفخ أولى. الله يقول في الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، يقوموا من القبور ينفضون التراب عن رؤوسهم حفاة عراة. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى، هذا مقصدي منها، قال الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما عاد ينفع لا حسب ولا نسب. شيء واحد ينفعك، ومن أعظم المواقف التي ستحصل يوم القيامة عندما تنصب الموازين ويوضع الميزان. يقول الله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فاز وأفلح من ثقل ميزانه. فالثاني يقول الله سبحانه وتعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، ما راح يخسر إلا نفسه فقط. النتيجة في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. إخواني هذا الميزان ميزان حقيقي له كفتان توضع فيه الحسنات وتوضع فيه السيئات. الآن بإمكاننا كل شخص منا أن يثقل ميزانه بالعمل الصالح، بالاستغفار، بالأذكار، وكلمتين كلمتين كما جاء في الحديث عن أبو هريرة حديث الصحيح، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فحنا الآن في دار نستطيع أن نجمع من الحسنات وأن نثقل الميزان. ركزوا معي بالله شوي، ترى الأمر دقيق جدا. البعض يستهين في الحسنة، يعني يمر عليه يوم كامل ما يقرأ القرآن ويدري أن الحرف بحسنة والحسنة بعشر، يشوف الأذى على الطريق ما يشيله، محتاج ما يساعده، ها؟ يعني أفعال الخير كثيرة، قيام الليل كثير. ثم جاء يوم القيامة، ركز معي في المثال هذا، جابوا الشخص وحطوا الميزان، حطوا سيئاته وحطوا حسناته، يوم حطوا حسناته عنده 99 حسنة كمثال، وجابوا سيئاته عنده 100 سيئة كما قال الله أخبرنا. أن الحين وش الحين ثقلت إيش عنده؟ السيئات أكثر من حسناته في النار. فهو يقول ليتني ذاك ترى ليتني ذاك اليوم ذكرت الله، ليتني ذاك اليوم قلت سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، ليتني ذاك اليوم ساعدت محتاج، ليتني ذاك اليوم اللي قرأت القرآن كان حوي مكانه في الجنة. لاحظ يعني تخيل يوم حطوا السيئات وحطوا حسنات، حسناته أقل من سيئاته بسيئة واحدة. الله ما يظلم أحد سبحانه وتعالى، وتعالى الله عن ذلك. الله يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين عبادي محرما، فما راح تظلم يوم القيامة، يؤتى بحسناتك وسيئاتك. فأنت تقول يعني باقي لي حسنتين فقط، تخيل اثنين وادخل الجنة. راح تتذكر الأيام اللي فرطت فيها والحسنات اللي فرطت فيها واللي ضيعتها، وكانت في المتناول موجودة وسهلة سهلة سهلة جدا. فإخواني أحبابي لا تستهين بأي عمل خير، لا تستهين بتسبيحة بتحليلة بتكبيرة. قد تكون هالتسبيحة هذه وقد تكون هالركعة هذه في آخر الليل هي سبب في دخولك الجنة وأن يثقل ميزانك. في ناس يقال لهم أهل الأعراف، سورة كاملة اسمها الأعراف، من هم أهل الأعراف؟ طبعا اختلف العلماء في 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 أهل الأعراف. أذكر لكم قول من أقوالهم وهو الصحيح، إن إيش؟ إن هؤلاء استوت حسناتهم وسيئاتهم، هم في جبل، هذا الجبل بين الجنة وبين النار يا جماعة، وهم عليه، طبعا هم مسلمين لكن تساوت حسناتهم وسيئاتهم. تخيل لو ذاك اليوم سوى حسنة كان زادت حسناته حسنة واحدة على سيئاته دخل الجنة. هذا اللي منعهم من دخول الجنة، إن لو سوى حسنة واحدة بس ذاك اليوم اللي ما سواها كان دخل الجنة، واللي نجاهم من النار سيئة لو مسويها ذاك اليوم وكان مسوي سيئة في الدنيا قال لا ما يمسويها، كانت سبب في
في عدم دخولها النار. فلا تستهين بالحسنة ولا تستهين بالسيئة، وراح أتكلم عنهم بالتفصيل أهل الأعراف بإذن الله في حلقة قادمة.